يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 لا. تدين من تدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين، خليل الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من الأهوال. نبارة قبل نسيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن لازوي أوكي نرو نأوكي نو هماكي بكمسنا القرآن ستير فمكين القرآن ديا فمفان فمتنرهيب أري سكنا أمني أفبي أري أنتم سيدير المتنين سازنا جمانت تا که زمان بازی تام نتوند برای فنون کسی که تام دیویش نه تام رو نمیشه که برودیا منوی ازی که لیتاپانی فاروق دیویش نه انتی آنتی ام دونام نزدی من میزاز من افتیاب قرآن دین فاروق زیر کنبارانی حدیث ملازم من قرء القرآن و هو شاف مؤمن اختلط بلحمی و دم.